بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. حلقة النهاردة هي مخصصة للرد على أسئلة حضراتكم. خلونا نبدأ مع بعض بأول رسالة موجودة معنا النهاردة. بيقول: زوجتي توفت وهي بتولد وكان عندها 30 سنة وسابت ليا 3 أولاد، منهم 2 توأم، عمرهم دلوقتي 5 شهور. أمها صعبة جدا في التعامل، عندها قسوة قلب لا توصف. لما مراتي كانت حامل وتعبانة كانت سايباها لوحدها، وأنا اللي كنت برجع من شغلي بسرعة أعمل الأكل وأساعدها حتى قبل الولادة. دخلت المستشفى قبلها بكام يوم، كانت يدوب والدتها بتكلمها في التليفون وبس. المعاملة على النقيض لمرات ابنها، هي كانت متزوجة من شخص تاني غير والد زوجتي، وابنها ده من زوجها التاني. دلوقتي بعد ما زوجتي ماتت مش عايزة تيجي تبص على الولاد ولا بترد على التليفون. أنا مش عايز منها حاجة، أنا بس براعي ربنا، بس خلاص أنا جبت أخري منها. لو قطعتها خالص وعشت أنا وولادي هبقى كده قاطع صلة رحم أولادي ولا لأ؟ أنا عارف إنها مش هتعرف تحب ولادي لأنها الحقيقة عمرها محبة أمها. يمكن ده سؤال ومشكلة هنجاوبها ضمن أسئلة تانية كتير مع فضيلة الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلة. فضيلة الشيخ سلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام، أهلا وسهلا بحضرتك. دايما بنقول إنه يعني الأبهات والأمهات يعينوا الأولاد على برهم وإنهم ما يقطعهمش. طبعا هي البنت اتوفت والأم لسه موجودة على قيد الحياة وما بتسألش على أولاد بنتها، و من كلامه كمان اللي هو قايله ان هي اساسا كانت مقصره في حق بنتها حتى وبنتها تعبانه، يقطعها ولا هيبقى في حرمانيه؟ الاولاد طبعا لسه ما همش مدركين اساسا، لانه زي ما هو بيقول الاثنين التوأم شهور. نعم، بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. انت عارف عندنا في العاميه بيقولوا الحنيه ما بتتشحتش. ده كلام صحيح، يعني ما ينفعش واحد اقعد احننه على ابوه او اقعد احننه على امه على اخوه على اخته، ما ينفعش. او اب وام احننهم على اولاده، هو الحنيه ما جابتوش. انا الكلام الوعظ بتاعي اللي هيجيبه ده معلش ده نادر قوي، لان الحنيه ده امر قلبي، أو ممكن أبين له خطأ إنك أنت تواصل معاه عشان حرام، المقاطعة عشان حرام. أما الأمر القلبي، الرحمة القلبية، الشفقة القلبية، دي ما حدش يعرف يحطها في قلب حد. زي طبعا هي شافت بنتها توفت وهي فريعان شباب وسايبة ولدين صغار، ديت لو واحدة تانية مكانها هتفضل مشغولة بولاد بنتها، تقوم وتنام عليهم معاها في كل وقت طبعا. إنما ده هي مش عايزة تشوفهم ولا بتسأل عليهم وما بتردش عليهم. أولا هو مش من الرحم بالنسبة ليها، يعني سؤالك أنت عليها أو مكالمتك ليها أنت مش مطالب. أنت ربنا يعينك على تربية الصغيرين دول واهتم بيهم، والله تحركت والحنية جابتها تروح تشوف ولاد بنتها، أهلا وسهلا. ما جابتهاش خلاص، ربنا يعينك على ولادك وخلاص، يعني ما فيش حل تاني. طب الولاد يعني بعد كده لما يكبروا بقى اصلا لما يكبروا ويبلغوا ويعرفوا يعني صلة رحم، ويجي يقول لنا انا جدتي ما كانتش بتسال عليا، اقول له لو كانت ما بتسالش عليك اسال انت عليها، يعني اطع الله فيها ولا تعصي الله فيها. هي عصر انت مالكش علاقة باللي عملته، ولكن انت الان مكلف بالصلة، فصلة وربنا يبارك فيهم ان شاء الله ويعينك. أمين. على تربيته. طيب ناخد ام ياسمين. ام ياسمين اتفضلي. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه السلام، يا عاملة ايه؟ الحمد لله بخير. انا حضرتك طيبة. وحضرتك بألف خير يا رب. ممكن اكلم الشيخ عويضة؟ اتفضلي الشيخ عويضة مع حضرتك. ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا يا مرحبا. لو سمحت انا كنت بس عايزه اسال، بس يعني انا متجوزه بيت عيله وكده ومعايا حمايه وحماتي في البيت، بس انا عندي حمايه على طول بتشوفني اهلي يغلط فيا باهلي. حماكي؟ وعلى طول يعني بتسلط بناته عليا، بقول لهم مش كلمه حلوه عليا، وقسما بالله واقسم بالله عمري ما عملت في حاجه. طب موقف جوزك ايه طيب؟ على طول. نعم؟ موقف جوزك ايه؟ هو بيقول لي كبري دماغي وما تعلقيش دماغي، بس انا تعبان عليا نفسي من حركاتهم وتعاملهم معايا وحش وعاملهم معايا مشكله، وهي برضه حماتي نفس القصه برضه. انتوا عايشين مع بعض ببيت واحد؟ ايوه، بس هو على طول يشتمني باهلي وبابويا. والله العظيم ابويا راجل محترم جدا معاه وما بيعمل معاه اي حاجه وحشه. طب انت ليه ما دخلتيش اهلك في الموضوع؟ ما بقول بلاش مشاكل، ما تخليش القلوب تشيل من بعضها. طب انت ليه ما قلتلوش يعني ان انت مش حابه ان هو يشتمك وانت ترضى لبنتك ان حد يشتمها كده؟ لا لما اقول له كده
او مره رحت اشتكيت منه يقول لا ده انت خباصه وبتنجلي كلام وكذابه. والله العظيم اي حاجه بيقولها كنت بقولها، عمري ما كذبت ولا عمري كنت كلمه كده. طب انت بتنقلي كلام؟ لو بنقل الكلام كان حل ولاد، كان حل اهلي اتدخلوا في المشوار، كان حل حصل مشاكل. انا ما برضاش، بقول خلي الجروب كويسه مع بعضها خلوهم حلوين. ايوه يعني هو لما بيشتمك ايه سبب انه يشتمك؟ هو بيشتمك كده لوحده؟ والله العظيم ساعات ما بيبقى في اي سبب يعني بقعد اعيط كده واقول طب ايه السبب يعني، هو في سبب اقعد اعيط. بس هو مش مجرد طيب. ان انا مش راضي ادخل حد بيني وبينهم ولا. طب انت سؤالك ايه يا ام ياسمين؟ سؤالي بقى يعني جاي معايا يتعامل معاه ايه يعني؟ اتركه ولا افضل على معاه وبناته برضو ابرن عليهم عشان اسال عليهم ما بيفتحوش عليا يقولوا ده مش كويس ابويا بيشتكي منها على طول؟ بس ده كلام ظلم ظلم والله العظيم. هو في امر لابد انك انت تتعاملي معاه في البيت فيه ولا انت ليكي حياتك المستقله؟ لا انا عايشه معاه في البيت انا واولادي، بس هو على طول مطاردني. لو درجه ان جزء من الحاجه يقول ده هي السبب، هي اللي مسلطاه، هي اللي مسلطاه، هي اللي بتقول له اعمل كذا وخلي كذا، هو بيفرض له عشطه. اما اجي اقول له كده اقول له انا عملت كده من دماغ، هما بيقولوا لي كده ليه؟ فانا ريحني يا فضيله الشيخ. طيب حاضر حاضر يا ام ياسمين. تبين المشاكل المستمره الابديه بين الاهل الزوج والزوجه. في وضع زي ده لما يكون هو ما هو يعني هي ممكن انت ممكن تكوني مش عارفه السبب. هو طبعا غير مسموح بالمره ان هو يتجاوز معاها في الكلام او انه يشتمها باهلها أو, او او كل الكلام ده، لكن ما فيش حاجه ملهاش سبب. والله هي في ناس كده بتبقى قافله لوحديها في كده. بس هو ممكن يبقى في سبب، بس ممكن السبب مش منها هي. ممكن هم متضايقين عايزين يسيطروا على ابنهم، محتاجين مثلا ممكن يكون اعتقادهم فعلا انه اي حاجه موقف الابن بيعمله هي السبب فيه. وارد. ولكن انا حابب اسالها سؤال، بقول لها انت ليه ما قلتيش لأهلك عشان أشوف رد فعلها؟ فهي بتقول أنا ما حبيتش أشيء أخلي النفوس تشيل من بعض. وده على فكرة وده جميل، وده جميل يعني خليك على اللي انت فيه ده. حتى لو انت قلتي أنا هدخل أهلي أقولك لا ما تدخليش أهلي، طول ما انت متحملة ما تدخليش أهلي. ولكن حاولي تخلي زوجك يكون له كلمة ولو بسيطة، بس يا جماعة ما لكوش علاقة يعني، ما تشتموش أهلها، ما تشتموهاش. وبعدين الناس يعني اللي يكون عندها شيء من الذوق يعني طبعا، واللي ما يقبلهوش على بنته ما تقبلهوش عليها بالضبط، يعني يكون عندها شيء من التدين والخوف من ربنا. دي مرات ابنك يا أخي، عاملها لوجه الله كويس. مرات ابنك أحسن إليها، ده إحسانك ليها كإحسانك لابنك. طب والإنسان يأخذ ثوابا على جبر خاطر حيوان، ده لو حيوان وجبر خاطره الله سبحانه وتعالى يكافئه. وأحد الصالحين يعني مات فرؤية في المنام، قيل له ماذا فعل الله بك؟ قال غفر لي ومنحني الجنة. قيل له بماذا؟ قال كانت هناك ليلة شاتية برد شديد ورأيت قطة فخلعت معطفي وغطيتها وانصرفت. بس رعى حيوان وجبر خطره من البرد وكساه وأواه من البرد. فالناس يعني تكون عندها دي، يا جماعة احنا هنقف كلنا بين إيدين ربنا صحيح، وكلنا هنتحاسب. الإنسان هيتحاسب على كلمة طيبة قالها كما يحاسب على كلمة سيئة تلفظ بها، يحاسب على إحسان جبر به خاطر إنسان كما يحاسب على إساء يعني ده أدخل بها حزنا على إنسان. فلذلك لابد أن احنا نحسن، والإنسان جميل قوي أن يقابل ربه بعد ذلك ويترك كلمة طيبة عند الناس. طبعا تقول الله يرحمه، السيرة أطول من العمر. بالضبط، إنسان كان كويس، إنسان كان بيعاملنا كويس. فده شيء يعني أولا ربنا يعينك على هذه الأخلاق عندك، ولكن ادفع بالتي هي أحسن كما قال القرآن الكريم، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. ناخد أم محمد. أم محمد اتفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مدام لمياء، عاملة ايه حبيبتي؟ الحمد لله بخير. كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك بقى انت خير يا مرحبا. أهلا بحضرتك. مرحب بيك والله العظيم يا شيخة عودة، أنت مثل الأعلى ومثل عيال الأعلى. والله أنا بحبك في الله، ربنا يرضيك يا رب ويكتب في ميزان حسناتك. الله يرضيك يا رب. كنت حابة بس أسأل يا شيخة عودة، الأب اللي بياخد الطفل من أمه ويحرمها منها، هل هي عليها ذنب اللي اتجوزت تاني ومشيت في طريق تاني؟ وهل هي هتتحسب مثلا اللي هي سابته، بس هي سايبه اصلا بغصب عنها؟ يعني هم مش كانوا راضين يطلقوا الا بشرط اللي ياخد الطفل منها، وفجرت كتير في المحاكم وحصل حوارات كتير وخدوه. يعني انت تنازلتي عن ابنك؟ هو ايه ما تنازلتش، هم مش راضين يطلقوا، كانت العيشه صعبه ومستحيله مع الزوج، فهم قالوا شرط الطلاق ان ناخد ابننا، لو انتوا خدتوه هنسرقه وهنعمل كذا وكذا وكذا، وفضلوا يعني يعطوا تهديدات كتير.
فاحنا سيبناه لهم، لان احنا ناس اصلا يعني على حالنا ومش بنحب المشاكل، فبعدنا عن المشاكل وسيبناه لهم. بقيت اروح اشوفه من ورا اهله، هم في مكان وانا في مكان، بقيت اروح اشوفه في الشارع. فهل دول في الايام المفترجه دي يا شيخ عوضة ربنا يغفر لهم زينا؟ وهل هو ربنا فعلا هيرفع اعمالهم في ليله النصف من شعبان زي ما بيرفع لاي حد؟ وهل انا علي ذنب ان انا سبته ومشيت في طريق تاني؟ بالله عليك يا شيخ عودة تريحني، والحمد لله ربنا رضاه. ابنك عنده قد ايه دلوقتي؟ عنده 9 سنين. ولكن حضرتك اتطلقتي واتجوزتي وخلفتي. نعم. فهل انا علي ذنب؟ حاضر. طيب حاضر. بالله عليك ريحني يا شيخ عودة، ربنا يرضيك يا رب ويجعلك من ذوي حسناتك. حاضر حاضر. تابعينا يا ام محمد، اتفضلي فضيلة الشيخ. والله انا مش عارف، انا عايز حضرتك اللي تجاوبي على اللي. ليه بقى؟ ما هو ده الاشكال اللي دايما هنختلف بنقع فيه. ولكن انا يعني اقول بس المشاهدين، يا جماعه هو الواحد طلق الواحده، هو يروح يتجوز ويخلف ويعيش حياته وهي تقعد بالعيال مشغوله؟ هو ده الدين؟ لا، الدين ما قالش كده على فكره. الدين قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اهو: انت احق به ما لم تنكح. انت اولى بابنك ما دام ما اتجوزتيش. طالما ما اتجوزتيش، الجسد ده له طبيعه ربنا خلقه بيها، المراه تحتاج الى انس، تحتاج الى من يقوم بشانها، فاتجوزي، اتفضلي شيلي ابنك وتفضلي وديه لابوه. حرام عليا احرم شيء ازاي واشيلها ذنب؟ الشرع حماها منه وحافظها منه ولم يحملها ذنبا، ده قالها انت احق بيه، ما اتجوزتيش خلاص يبقى يفضل معاك، اتجوزتي لو سمحت اديه لابوه هو اولى بيه. واحيانا على فكره الاب يكون مكبر دماغه خالص، شفنا كده اتجوز وخلف، لا لا خليه معاك مش مشكله. ايوه طبعا ده بيحصل كتير جدا. فاذا انت ما عملتيش غلط، انت ما، انا ما بتكلمش الطلاق واسباب الطلاق والحاجات دي ماليش علاقه بيها، ولكن الان المفروض بقى هم يرحموها شويه، خلوها تشوف ابنها، فما يمنعوكيش عن ابنك ولا يمنعوا ابنك عنك، ده المفروض. انت اتجوزتي وانجبتي، ربنا يعينك، ده رزق ربنا كتبه لك وشيء ربنا مقدره، هم بقى ربنا يغفر لهم، مش ده بقى امر غيبي، ما اقدرش ربنا أمر ما أقدرش أتكلم فيه، ولكن نسأل الله أن يغفر للجميع. آمين يا رب، آمين يا رب. ناخد مدام أمال. مدام أمال اتفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. السنة طيبة. وحضرتك طيبة. أنا عليكم بخير يا رب، على المسلمين جميعا يا رب. آمين يا رب، آمين. عايزة ممكن أسأل الشيخ على سؤالين معاك. اتفضلي. انا اول سؤال، ابني يعني كان في حصل مشاكل كده بيني وبين زوجته، ويعني طلعت له مرتين وثلاثه وما ادانيش يعني ما كبرنيش وما سمعش كلام، وكل شويه مشاكل بيني وبين زوجته، واطلع له ما بيرضاش يكلمني، ابوس مرتين يكلمني، فمن قبل رمضان ما بيكلمنيش. طب هو مخاصم حضرتك ليه؟ نعم. مخاصمك ليه؟ بقول لك حصل مشاكل بينه وبين مراته. تمام. وحضرتك كنت في صفها؟ لا انا ايوه في صفها، عشان معاهم 4 عيال وانا كنت في صفها. وهو كان يعني مشي مع ناس كده مش كويسه وكده، وكنت في صفها عشان مع 4 عيال كده. فاطلع له انت عايزه مني، انت خربت بيوت انت كده يعني. والمهم اختصرني، طلعت له مرتين ثلاثه برضه اختصرني، فمن قبل رمضان ما بكلمهوش. وهو معنى صح ما بكلمنيش، فانا مش عارفه اعمل ايه. فانا عيطت كتير وزعلت كتير ان انا هم ما بكلمنيش، وبعد ما لقيتش فايده اسكت. فهل علي حرام؟ ماشي حاضر. والسؤال الثاني، ابني الكبير 16 سنة، هو 16 سنة. ابنك الكبير ايه؟ ابني الكبير كان متجوز واحده يعني. لا انا مش سامعه. بقول لك ابني الكبير كان متجوز واحده، تمام، ومخلف منها بنت. المهم هي كانت تمشي يدور عليها ما لقاهاش، وتمشي من ما نعرفش عنها جره. مين اللي بتمشي؟ مراته؟ هي مراته. الكلام ده من 11 سنه. المهم ايه، ما اتفقوش مع بعضيهم. طب اتفضل. اتفضلي معاكي. فده ايه، راحت طلعت هي على يد المحكمه. خلقت البيت كانت عندنا. فجبت ايه، خدتها، فبقول لها تاخدها، قالت لي هاخدها تقعد 2 3 عندنا. فابني يا ابني بس نخلي البيت ما تاخدهاش، قال لي يا مطمعه تعمل لها ايه. المهم خدتها، تراخ اترفع لنا قضيتنا ما نعرفش. او من ساعتها بلغت السنه مبهدلنا في المحاكم. ابني قالوا تعالي شويه. ابنك ايه؟ ابني قالوا بعد عنك ربنا يا رب ما يجيب لكمش حاجه وحشه، شال الرعاش. كان راح يعمل عمليه في سيد جلال، قبلها بشهر راحت حبسته شهر. وطلبتنا بقايمه، عزمه طلبنا على الخلع، خلتنا ادينا ودفعنا لها القايمه، وبتفضل وطالبه انا كل شهر ب 1000 جنيه. يا الدفع يا الحج، فبنتصرف من بعضنا وبنلموا ال 1000 جنيه، فمش عارفه نعمل ايه معاها. وابني فهل حتى بتورث البيت، حتى عايزين البيت يعني برضه ابني اتزوج ومعاه طفلين، بيسالوا في اختنا وهو برضه عايز يشوف ابن بنته.
فهي بقى عشان المحاكم وبهدلنا في المحاكم ما بنقدرش نعوض عليها، فهل كده قطع رحم ولا احنا نعمل ايه؟ طيب حاضر، طب اين مدام امال؟ طيب ناخد السؤال الاولاني، ابنها اللي مقاطعها من قبل رمضان اللي فات واخد موقف منها علشان خاطر هي دخلت في المشاكل اللي بينه وبين زوجته، تعمل ايه معاه؟ احد الصالحين قال جمله، قال لو خاصمت نعلي والديك لكان ذلك من العقوق. يا سبحانك، النعل مش الاب والام، يعني واحد خاصم النعل الوضع ازاي؟ ده احنا في ازمه كبيره قوي. ده صحيح، والناس مش عارفه يعني ايه عقوق، اصبحت مساله العقوق دي مساله كانك بتقول واحد عقوق يعني امر سهل بسيط، يعني ده العقوق ده شؤم، امران يعجل الله عقابهما في الدنيا، الزنا والعقوق. يا اعوذ بالله، الامرين دول لابد ان يؤثرا في حياه الانسان، شؤم وتخبط في الحياة وعدم نجاح وفشل دائم وعدم سواد. بركة لا في عافية ولا في مال ولا في ولد، الزنا لا قدر الله والعقوق والعزو، الاثنين دول لابد الإنسان ينتبه إلى حالها من أعظم الكبائر. فنقول يعني ما فيش يعني واحد ما بيتكلمش والدته مهما كانت والدتك ظلمتك في حكم ما، وبعدين ده ما ظلمتكش، ده هي عايزة عملت. يعني ده هي عايزة تقيم بيتك مش عايزك تظلم الإنسان اللي معاك، فجت معاها جبرت خاطرها. ونادر قوي لما تلاقي ام منصفه للدرجه، عايزه تحافظ لك على بيتك، هي في النهايه مش هتستفيد شيء، هي عايزه تحافظ. وبعدين لما نلاقي اب وام منصفين وبيجوا مع مرات الابن، اعرف ان الناس دي ناس طيبه، لان غالبا الغالب الانسان بيميل بكليته الى كفه ابنه او يميل بكليته الى كفه ابنته، نادر قوي لما تلاقي حد منصف. لذلك كان سيدنا الامام مالك يقول الانصاف عزيز، الإنصاف اللي يقول كلمة الحق حتى لو كان على نفسه أو ابنه أو بنته، ده يبقى حاجة جميلة جدا طبعا، ده حاجة نادرة. فلذلك يعني ابنك ربنا يهديه، ادعي له بالهداية. السؤال التاني، السؤال التاني بقى موضوع إن ابنها متزوج واحدة تانية وإنه عامل معها مشاكل ومقطعها بقاله برضو 11 سنة. مقطع يعني إيه بقى؟ مقطع والدته برضو بقاله 11 سنة. ده ابنها التاني. ده ابنها التاني، يعني كل لحظة تمر على الابن وهو يخاصم أمه سيئات تتراكم عليه، كل لحظة كل ثانية تكتب فيها سيئة عليه، كل ثانية تكتب فيها سيئة عليه. ما فيش حاجة اسمها واحد يخاصم أمه وأبوه أبدا مهما صنع معه، حتى لو كانوا بيضربوه، حتى لو كانوا بياخدوا اللي معاه، حتى لو كان ما ينبغي أبدا للإنسان يقدم على أنه يخلي ليلة تعدي وهو مخاصم أبوه أو مخاصم أمه. طيب يا فضيلة الشيخ، الابن الثاني كان متزوج واحدة وزي ما قالت 11 سنة وعامل معها مشاكل جامدة جدا وخلعته وقالت لهم هاخد البنت اقعد معها تقعد مع امها يعني 3 ايام وترجعها وما رجعتهاش، واكتشفوا ان هي رفع عليهم قضية وبتطالبهم بقايمة وان هم ما همش عارفين دلوقتي يعملوا ايه او يبقوا موقفهم ايه مع زوجة الاب، تعمل ايه معاها؟ مش هتعمل حاجة، ستة هي الموضوع يمكن رفعت. يكون قانوني قانون كمان اكتر، قانون اقول لك رفعت امرها الى القضاء، القضاء يفصل فيها دي لا نتكلم فيه. فالإنسان، وبعدين هقول لحضرتك على حاجة، لو أحسن الرجل إلى المرأة والله ما هتلجأ للقضاء وتعمل خلع أبدا. المرأة ما بتلجأش إلى القضاء إلا لو كان بقى فيها افتراء، ودي شيء نادر جدا، لن تلجأ إلى القضاء إلا إذا يعني ما زاقت الأمرين منه. فربنا إن شاء الله يسهل. والله أعلم طبعا، احنا سامعين من طرف واحد. والدته توفت وهي كانت مربية 4 أيتام، طالب من حضرتك الدعاء ليها، ربنا يغفر لها ويرحمها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمها وأن يغفر لها وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وأن يرحم في هذه الأيام أمواتنا جميعا. آمين يا اللهم رب. يعني إلى حد ما جاوبنا جزء من الأسئلة ونكمله مع حضراتكم إن شاء الله. نورتني يا فضيلة الشيخ، بشكر حضرتك. طريق الخير والتجارة مع ربنا سبحانه وتعالى مفيش أجمل منه، وعشان كده محور كلامنا عن جمال وثمار وثواب المشاركة في المبادرات الإنسانية، وإن قد إيه دور حضراتكم بيساهم في رفع المعاناة عن أسر كتير تستاهل فعلا فعل الخير. هنتكلم أكتر عن خروج الصدقات والمشاركة في المبادرات الإنسانية مع فضيلة الشيخ مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جمعية البر والتقوى المصرية. فضيلة الشيخ سلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا. التجارة مع ربنا سبحانه وتعالى دايما نقول هي التجارة اللي عمرها ما تخسر أبدا، ممكن ندخل في مشاريع كتير، ندخل في حاجات كتير قوي قبل النهاية، يا تكسب يا تخسر، لكن اللي مع ربنا سبحانه وتعالى واللي بنتاجر بيه مع ربنا سبحانه وتعالى لوجه الله عمره ما يخسر أبدا، بالعكس هو مكسبه مضمون 100%.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما خلق الله الأرض والإنسان والخلق إلا ليعمروها. خلق الله تبارك وتعالى كل ذلك للعمار في هذه الأرض، لذلك هيأها من مياه وهيأها من أشجار وطرق وسبل وكل شيء لابن آدم، بس ما هيقلوش الدنيا دي إن هو هيعيش لوحده، ولكن خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لأن العمارة في الأرض لا يكون إلا بالتعاون وبالاتحاد، وأن يكون القوي مع الضعيف فيزيد الخير في كل زمان ومكان. وحينما يكون الناس طبقات، في ناس غنية وفي ناس فقيرة، نعلم أن هذا يحتاج إلى هذا وهذا يحتاج إلى ذاك. الغني يحتاج إليه الفقير في أن يعمل، ثم الغني يحتاج من الفقير أن يبني له البيت، يغذيه في الأرض، إن هو يزرع له الأرض أو يعمل أي شيء من الحاجات دي كلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم خولكم، أي خادميكم، يعني الفقير بالنسبة لك اللي بتتعامل معاه ده يعتبر خادم ليك، فعليك أن تكون سندا له، ده اللي قريب مني. طيب إن كان هذا الذي يعمل معي، فما بال حضرتك اللي عايش في بيت ويمكن من غير سقف ويمكن من غير أكل ومن غير شرب، ده حقا علي، لأن حق الفقير في جزء من مال الغني فيه حق للفقير، هو ساعي بريد بس بالزبط. انت بتوصل بس بالزبط. لكن الرزق اللي معاك اللي هو خارج لغيرك هو بتاع غيرك مش بتاعك. لو كل قادر دفع ما عليه من زكاة وصدقات لن يكون هناك محتاج، لن يكون هناك فقير. لذلك كل إنسان يتخلص مما أنزل الله عليه من الخير، يتخلص من اللي إيه، اللي هو مش من حقه، فهو مش من حقك 2.5% إن كان أموال أنت عدى يا عم، أو إن كان مثلا زروع أو إن كان كذا، وإنت عارف الزكاة بتاعتها. أما الصدقات فدي علاقة خاصة بينك وبين ربنا، تحب الله تتقرب إلى الله تبارك وتعالى، تحب الجلوس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تتقرب بالصدقات. إذا خروج الصدقات هنا وهناك في كل زمان ومكان، أنت تحقق قدر الله في الأرض، أن التعاون والبر والتقوى هي أصل وجود الأرض، لأن كلما كان برا وتقوى وتعاون بين العباد كلما انتشر الخير وزاد الخير وزاد الموحدين وزاد المخلصين وزادت الجنة التي تتزين من الآن، داخلين على شهر رمضان حتى تتزين، لأن الجنة كل عام تتزين ويزداد وتزداد زينتها انتظارا لمن؟ للمتصدقين، للمزكين، لفاعلين الخيرات في شعبان، حتى إذا جاء رمضان تفرغوا لعبادة الله، والله تبارك وتعالى يتفرغ لعطاء عباده في هذا الشهر الكريم من كل خير من فضل الله. لسه كنت هقول لحضرتك احنا في شهور مباركة وداخلين على شهر رمضان المبارك، كل عام وحضراتكم بألف خير وحضرتك بألف خير، وأنت كذلك وأنتم السادة المشاهدين ومصر والدنيا كلها يا رب. آمين يا رب. وإحنا دايما بيبقى في حالة سبق كده في الشهور دي، إنه البني آدم عايز يتصدق بزيادة، عايز يشوف المحتاج، يدور. في ناس تأجل زكاتها في الشهور دي، تطلعها علشان خاطر يبقى فيها الخير بزيادة للناس كلها، ولكن هي الصدقة مطالبين بيها طول السنة. إن إحنا ناخد بالنا في الشهور دي، إن الشهور دي بيبقى المصاريف فيها أكتر والاحتياجات فيها أكتر، لكن كمان الأكل والشرب ممكن يكون طول السنة سنة شيء مهم جدا بالنسبة لكل الناس. أنا عايز أقول لحضرتك جمعية البر والتقوى بتعمل تحدي غير عادي، بشكل غير عادي. أنا الناس يعني فعلا قائمين عليها، بيعملوا حاجة غريبة جدا. السنة اللي فاتت كانت المواضيع بالأسعار عالية وغالية وكتير، واشتغلنا واشتغلنا كويس قوي قوي، وأحببنا المتصدقين والناس الحلوين قوي، الناس اللي بيحبوا فعلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أنفقوا بشكل غير عادي في كراتين الطعام. فوجئنا أن الناس بتزيد من كراتين الطعام، فبدأنا نحط لهم أطعمة فوق الأطعمة، بدأت الكرتونة تكون مليانة خير عشان يذهب إلى هؤلاء الناس، لأنه كمان الأسر هناك أصلهم مش فردين ولا ثلاثة، يعني الأسر ما شاء الله ممكن توصل لعشر أفراد. ده بقى الزيادة اللي أنا بقولها على حضرتك،
رغم ان ارتفاع الاسعار، رغم ان الدنيا الناس خايفه ان هي تسال كل شويه عايزين كرتونه، طب الكرتونه بكام، طب هتحطوا فيها ايه. لا انا عايز اقول لحضرتك الجمعيه فاجئت الامه الاسلاميه كلها بمصر وبره مصر ان احنا طوال شهر شعبان ورمضان هنعمل وجبات للسحور مع وجبات الافطار. فالكرتونه يبقى تخيلي فيها كميات كبيره، ده غير الكراتين. ده انا دلوقتي هسيب الكراتين اللي هي بتزداد. انا استشعر الان حب الناس ان هم يزيدوا من الكراتين في الخير، وانا عارف ان لن يخذلوا المحتاج ابدا، واسيادنا الفقراء ابدا لن يخذلوا ابدا مهما زادت الاسعار. والله لو كان الحجر بقنطار من الذهب هيجي الناس تاخده والله، ربنا ما بينساش. فانا عايز اقول لحضرتك الوجبات الساخنه ان شاء الله رب العالمين طوال شهر رمضان ده مطبخ الخير. ده مش مطبخ الخير بس، ده كمان هيتعمل مراكز واماكن يتحط فيها الاكل الطعام الساخن، فطار، وهيكون في الشوارع زي ما وعد الرحمن كده افطار باذن الله رب العالمين، وكمان سحور ان شاء الله. يمكن انا سافرت مثلا زي دمياط كده وفوجئت ان في دمياط في عربيات فول مكتوب عليها البر والتقوى بس، ما شاء الله. ففوجئت ان فيها بيتعمل سندوتشين لكل واحد معدي سلام عليكم محتاج يتعمل له سندوتشين ياخدهم ويمشي بدون اي مقابل. عيش من مطابخ من أفران المخابز البر والتقوى، الفول يتحط وعربيات تدور حوالين البلدان والقرى باسم جمعية البر والتقوى. حاجة مش قادر أقول لك العطاء من عند الله سبحانه خير وتعالى اللي عند ربنا جاي سبحانه إزاي. وتعالى لذلك احنا بنقول يلا بقى شدوا حيلكم معانا عشان احنا هنطعم الناس جوه البيوت بره البيوت في كل مكان في كل زمان. عايزين نطلع من شهر شعبان واحنا ما فيش علينا حاجة خالص. لا والله، والمشاركة والمساهمة مش بس ماديا، يعني الفكرة اللي حضرتك بتقول عليها انزلوا وشاركوا وقفوا ووزعوا بنفسكم وشوفوا الناس وشوف الناس اللي ممكن تكون محتاجة، فرحتهم بتبقى قد إيه، لأنها متعة ما بعدها متعة. جدا جدا. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، لأنه دي من أجمل الأدعية اللي احنا ممكن ندعي بيها، لأنه ربنا سبحانه وتعالى لو جاب لنا حد في طريقنا محتاج واحنا ما ساعدناش ودينا ظهرنا وعملنا نفسنا مش واخدين بالنا، في غيرنا هيجي يساعده. على فكرة هو رزقه مش واقف علينا احنا بس، ربنا هيبعت له رزقه مدام مكتوب له. الدور والباقي بقى على اللي هيدي ظهره ومش هيساعد. فاعرف بقى وراجع نفسك كويس قوي، شوف انت ممكن تكون عامل ايه في حياتك ممكن يخلي ربنا سبحانه وتعالى مش راضي عنك انك تقدر تاخد الخطوة وتساهم وتشارك وتقضي حاجة انسان ممكن يكون. عارف حضرتك الطعام عورة، فتخيلي حينما تستري أحد بطعام يبقى أنت سترتي عورته. الجوع عورة، والطعام نفسه عورة. إن أنا ما ينفعش أمشي في الشارع وأكل فالناس تشوفني، عسل يكون واحد محتاج جعان فجعان فخايف ومكسوف، إذن الطعام هذا عورة. فتخيلي حضرتك لما تطعمي هؤلاء الناس يبقى أنت غطيتي عورتهم، زي اللي جاب له بطانية، زي اللي غطاه من بيته في بيته. لكن لو تركتي الناس في الشارع إن هي تشوف الناس، أو أنا بصيت على واحد لقيته جعان وخارج يعني يتكفف الناس وعايز يأكل ويقول أنا نفسي أكل ومش لاقي وأتركه، يبقى أنا سبته يمشي بعورته في الطريق. إذن علينا أن نكف هؤلاء في بيوتهم فنستر عليهم بالطعام والشراب طوال اليوم. عندي إفطار وغدا وعشاء في شهر رمضان، عندي إفطار وعندي فترة الساعة 10-11 الناس بتاكل، وفي عندي بعد كده سحور. أنا عايز أقول تسحروا فإن في السحور بركة. صحيح. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأني ممكن أقول لحضرتك الإفطار على شربة مية وممكن يكون السحور على شربة مية، وبذلك أكون حققت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت ثواب إن أنا فطرت صائم. كان لسه في حد امبارح بنتكلم فبتحكي لي عن حالة من ضمن الحالات، بتقول لي سيدة بتربي حوالي تقريبا 6 أيتام، بتقول لي طلع لها وقت أذان المغرب ولقيتهم الأطفال كلهم قاعدين وهي قاعدة حاطين إيدهم على خدهم، فبتقول لها مالك؟ قالت لها إحنا ما عندناش فطار نفطر، يعني هم هي صايمة والولاد كمان صايمين وما فيش لقمة يفطروا بيها. فقالت لها كلمة توجع أي حد، قالت لها أصل إحنا مش كل يوم، مش لازم إننا نفطر كل يوم، أهو وقت ما يجي الأكل قدامنا نفطر، ما فيش ما بنفطرش، مستورين بالصيام. تخيلي الصيام ساترهم، بتخليهم يصوموا عشان خاطر ما فيش اللقمة اللي ياكلوها، علشان هم ياكلوا يفطروا ويتغدوا ويتعشوا، فبيصوموا بياخدوا الأجر. تخيلي حضرتك هذا الأجر للفقير المحتاج الصائم اللي بيقول يا رب اطعمني أنا معيش فلوس. شوف إحنا فين بقى من ده،
تخيلي واحنا في الجانب الثاني العزومات شغاله والدنيا شغاله وكده. يا جماعه والله لو حققنا منظومه الكرسي الفاضي اللي موجود في بيتنا والله لن يوجد في الارض صحيح. ابدا محتاج. صحيح. المرض والتعب بنقول احنا نقدر يعني نصبر شويه على الجوع لكن المرض الثانيه والدقيقه بتفرق في حياه البني طبعا 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 من فضل الله تعالى. وانا عايز اقول ان ده من الاشياء اللي برضو جمعيه بتعملها قدامنا مستشفى البر والتقوى في الصف. اثناء ما بنتكلم يعني انا لما بتكلم دلوقتي عن مستشفى البر والتقوى واتكلم مستشفى البر والتقوى في دمياط ومستشفى البر والتقوى في الصف واقول اني انا محتاج في هذا المكان زي ما بدانا هناك عملنا طقم العيادات وبدانا نشتغل على العيادات وشغالين في المباني عشان الخمس ست ضواعي الباقيين من فضل الله والحجرات اللي الناس من فضل الله وهبتها وعندنا ناس كتير قوي يعني عندنا اخت فاضله اسمها مدام راويه بعتت وقالت انا عايزه اعمل حجره لاخويا ليا لكذا ناس كتير قوي عايزه تعمل ده. عايزه اقول مستشفى الصف لا تقل في سترها من ناحيه دي نقول الستر في الصحه طبعا لان طبعاً. الستر في الطعام غير الستر في الصحه ولكن والاثنين ليهم الاجر والثواب عند ربنا سبحانه نعم وتعالى. نسال الله سبحانه وتعالى ان احبابنا ينظروا الى هذه المستشفى ان شاء الله رب العالمين وربنا يبعد المرض عننا كلنا يا رب العالمين. رب امين يا رب. نورتني يا فضيله الشيخ بشكر حضرتك. رفع الله بقدركم. بشكر حضراتكم مشاهدينا ولو عشت وكان لي عمر اشوف حضراتكم بكره على خير ان شاء الله. سلام عليكم. صلي على سيدنا النبي. ما هو سيدنا النبي قال لي لما هتصلي عليا ربنا يدي لك حاجتين تكفى همك ويغفر الله ذنبك. هو انا عايز ايه؟ ده جمع لي خيري الدنيا والاخره. من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الاخره. خلاص. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرا وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا